أثار فرض الرسم على القيمة المضافة المقدر بنسبة 19% على السيارات المركبة محلياً جدلاً واسعاً خلال مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لقانون المالية التكميلي لسنة 2018. ممثلو الشعب يعتبروا هذا الإجراء تراجعاً عن دعم الاستثمار المحلي وعبئاً إضافياً يثقل كاهل المستهلك. الحكومة دائماً تلتجئ إلى جيب المواطن لتصحيح الأخطاء. هذه المرة من خلال المادة السادسة في قانون المالية، مشروع قانون المالية التكميلي، هذه المادة تنص صراحة على زيادة في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 19%، والمعلوم أن هذا الرسم يدفعه في نهاية المطاف المواطن اللي هو المستهلك. اليوم جاءت ضريبة هذه جديدة في قانون المالية التكميلي واللي نسبتها 19%، للأسف الشديد صحيح يعني جزء منها راح يروح للخزينة وجزء منها الباقي راح، لكن في الأخير المصنع راح يطبقها، راح يطبق زيادة 19% اللي راح تمس مباشرة المستهلك، وهذا الشيء يعني نحن كنواب يعني بحكم أنه نمثل الشعب نظن أنه شيء مرفوض. الحكومة وعلى لسان وزير المالية دافعت عن خيارها في هذا الشأن، معتبرة أن فترة تطبيق الإعفاء كانت كافية لجعل الإنتاج المحلي أكثر تنافسية، خاصة وأن البضائع المستوردة ستخضع مستقبلا لرسوم مؤقتة تتراوح بين 30 إلى 200% لحماية المنتوج الوطني. إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح بمقتضى أحكام المادة 61 من القانون المالي التكميلي لسنة 2009 والمادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 16/2009 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. ومرض ذلك إلا أن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 18 المذكورة بالنسبة لصناعة السيارات كان يهدف إلى جعل السيارات المنتجة في الجزائر أكثر تنافسية من حيث السعر مقارنة بالسيارات المستوردة. وبين تمسك الحكومة بقرارها ورغبة المواطن في حذف هذه المادة، يبقى تصويت النواب هو الفيصل لفرض هذا الرسم أو إلغائه.